ومتهيألي ناير ويحيى. ناير بيكتب أصلا بقاله 10 سنين، أنت كان عندك أصلا تفاصيل أكتر بكتير. متهيألي يحيى برضو شغال من قبل كده. كل الممثلين اللي معايا هم فنانين موسيقيين بالأساس، يعني أمير أو تامر أو صدقي أو حسن، كلهم موسيقيين، وأنا الوحيد اللي أنا خبرتي في المزيكا يعني بعافية شويتين تلاتة. الناس كان عندي أسئلة، الناس هتستقبل نعمان إزاي؟ لأنه هو سهل جدا أنه هو يتصنف على أنه هو الفيلن أو الشرير.